الفيشه. فيشه ايه؟ فيشه السخان البايظه اللي بتشرز. ايه بتشرز دي؟ طب انا هتوكل على الله. تعالى ان كان على الفيشه موجوده، بس على الله تطلع صنايعي. ادخل. يا ساتر، خلي بالك للكهربا تعضك. لا ما احنا الكهربا وعضتها. سناء بنت، يا سناء. ايه يابا في ايه؟ صوت مين يا بنت اللي في الحمام ده؟ انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ في صوت راجل في الحمام. ده كهربائي اللي ابويا بعته عشان يصلح فيشه السخان. ولماه الكهربائي تقابليه بالشكل ده يا بنت مش عيب عليكي. خش استوري نفسك باي حاجه. اقول لك الكهربائي تقولي لي استوري؟ وبعدين ده حته عيل، لو بص لي بعينين الاثنين دول هخزقهم له بصوابعي. ابلة، الاقيش عندك شكينه تبوظ؟ وما جبتش معاك مفك ليه؟ لا مؤاخذه يا حاجه، بس عم شتشابي يعني كهربني من حته شلمه اليد كلها. طب ادخل وهجيبها لك واجي وراك على طول. ماشي. هو ده العيل الصغير؟ لا راح لا هنا ولا هناك. دي لو بصت له واحده بس بعينيه الحلوين دول تاني يوم الصبح تخلف توأم. تبكلحها ليه؟ ما تخش يا بنت تجيبي. يلا السكينه اللي تبوظ. السكينه تبوظ قال. سكينة تبوظ يا اسطى. مالك؟ مربوك وملبوخ وعرقان وحوستك حوسة. ما انا اعمل لك ايه؟ ما انتوا حاطين فيشة سخان المطبخ في الحمام وحاطين السخان في البلكونة، ايه اللخبطة اللي انتوا عايشين فيها دي؟ طب سكينة تبوظ. طب ارجع بدل ما يحصل قفلة وتتخضي. يا اختي يا ربي يا اخويا تخضني وارتاح. تعرفي يا سناء؟ الحاج شيشان ده زي ابويا بالظبط. صحيح افتكرت. الباقي في حياتك يا زيزو. هو انت رجعت امتى من البلد بعد الجنازه؟ انت عرفت منين؟ اصلي كنت واقفه في الشباك بتفرج عليكم. كنت يا واد قمر في الجنازه. هو انتوا لسه ما عرفتوش مين اللي سرق البضاعه من الورشه؟ انت تخاف منك بقى. وعارفه ايه كمان يا ست سناء؟ عارفه كل حاجه يا زيزو ما عدا حاجه واحده. مرتبط. هو في حد ارتبط اليومين دول؟ اديكي شايفة ابويا يعني مات وساب وراها. ولا البنت لبنى؟ لبنى الدكتورة؟ ده كلام ما يملاش دماغ أي حد يعني، سيبك من الكلام ده خلينا فيك أنت بقى. أنت إيه نظامك بالظبط؟ دي حاجة تتحس، ما تتقالش يا حمار. بس أنت يعني مؤاخذة يعني بتختفي كده من المنطقة وبعدين تيجي وبعدين أقول لك أصلها متجوزة غامضة. هاي يا زيزو، خلصت شغلك ولا مستني الحاج يستلم منك؟ يستلم ايه بس ياما؟ هو احنا كنا بنسلم عمارة؟ فيشة تمام اهي وعشة على عشة. شكرا. طيب يا اخوي. رحت فين يا مقصوفه الرقبة؟ ياما بحسب الراجل مش كده. لو عايز تعرف جوزي فين وحكايتي ايه، تعالى قابلني بكرة الساعة 4 في ميدان العتبة قدام المطار. افات تبطلي جنان بقى. ولو ما جيتش هنزل اقول لابويا انك حاولت تبوسني وانت بتصلح السخان. ها قبض ولا المعلم قبضه قبل ما يطلع؟ يما مش راضي وعامل لي فيها صبي المعلم وكده يعني. ما برضك يا حاجه ما ينفعش، عم شيشابي خيره علينا برضه. يا اخويا كتر خيرك ما دام خيره عليك هات بقى. انا مؤاخذه يعني ما ينفعش برضه نكسف المزمزات الصغيره. ربنا يبارك لك فيها. الله يكرمك. الواد ده حلنج بشكل. والنعمه ما بتفهمي في الرجاله. اسود انتي؟ فاكرني هترجاك يا رحمة؟ لم لسانك يا بنت، انتي وغوري من هنا مش عايز فضايح. يا واد مش تقولي الحمد لله على السلامة؟ نورتي. اشربي شوية شاي. اتفضلي اطلعي بره. ايه يا واد مالك؟ ودانك احمرت كده ليه؟ يا خجول. خايف؟ خايف من ايه؟ من ابويا ولا من اخويا الظابط احسن يعلقك؟ ما جيتش امبارح ليه؟ قطعتني قدام المطافي والشمس تنقح في دماغي والشباب الرايح واللي جاي عمال يعكس فيا واقول هيجي هصعب عليه مش ههون عليه. نسيت؟ سوري عليا، حصلت لي مصيبه زي اللي ممكن تحصل دلوقتي لو حد دخل وشافك هنا. ليه يا حبيبي؟ احنا ما بنعملش حاجه غلط. لا سمح الله، بنسمع لبعض جدول الضرب. طب خمسه وسته بكام؟ بسبعه ونص. غوري بقى. مش هغور ومش هوديك في داهيه زي المره اللي فاتت، بس قول لي هتيجي بكره ولا اجي اخدك؟ هاجي ورحمة أبويا لاجي. يلا بقى زق عجلك. طب هات واحدة زي أستاذة نادية لطفي فيلم الخطايا.
يا بنت بتعملي ايه؟ يا واد هات بوسة. يا بنت المجانين امشي بقى. يا واد بقول لك بوسة وانا بقضك. طيب استناك بقى بكره زي ما اتفقنا يا اسطى. ازيك يا لبنى؟ لبنى استنى ما اقفل المحل تاني. ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت، بس ما تنسيش تبقي تقولي له سناء. ايه اللي بتتركز الميعه دي؟ يا جامد يلا يا معفن. خرب بيت امك بتسنينك على الصبح يا واد. انت شفت عقربك؟ العن اللي حصلت تجيلي المنطقه عشان تعرف ان انا ممكن اخطفك من حضن ماما. تعالي مين البنت السعيده اللي عندكم فوق دي؟ وانت مال اهلك؟ الله يخرب بيت ابوك البيت جنانك في ساعه واحده. خليك تهوري لحد ما تتعوري وتعورينا معاكي يا اختي. والنبي تعمل كده وحلو وانت قلبك كويس. شوف يلا خلي الراجل يمشي. عايز تشربي ايه؟ ايه يا اخويا احنا لحقنا. ده انا لسه داخله. احنا فسقنا على الكراسي. انا اسف يا بنت تحت امر حضرتك. تعالى هنا انت اتقمصت. يا اخويا هناكل هنفطر ما فطرناش. وتلاقيك انت كمان ما فطرتش. خلصي بقى. هناخد اتنين سجق واتنين كفته وترشي وميه عشان نبلع. وخلي عينك معايا كده اللي تدب فيها رصاصه على الصبح. خدمة ساعتك يا فندم. يلا يا عم بقى توكل على الله يا عم. تحت امرك يا ريس. تحت امرك. وبقول لك ايه؟ ورحمه اهلك كلهم نرميك في النيل وقول ما شفتش. يا فندم انا عملت ايه عشان ترميني في النيل يا فندم؟ انا في خدمه ساعتك يا فندم. انت جاي تعملي فضايح هنا؟ الراجل ما غلطش. لا غلط، كان بيبص لي كده مش حلو كده، زي ما يكون مش عاجبهم شكلي. ايه يا قمر انت؟ سرحان في ايه؟ ده يكون شكلي عجبك ولبسي حلو. وبقول يا واد عبر عن مشاعرك. انا حاسس ان احنا هنتمسك. انا عايز افهم بقى انت مستقويه القلب كده وسائل هبل على الشيطانه ليه؟ طب والنبي انا ما في اغلب مني ودمعتي قريبه يا بيت. لا الكلام ده ما يقعدش معايا. تعالي عادي الاحسن. طب ما قلتليش ابنك كانت عندك في الورشه بتعمل ايه؟ اعدلي كلامك يا سناء. كله الا دي بتحبها. هو انت ما فيش في دماغ اهلك غير يا حب يا برم؟ وهي الدنيا ايه يا اخويا غير يا حب يا برم؟ طب انت عارف ان عاصم اخويا عينه منها وعايز يخطبها؟ وانا مالي؟ ربنا يهني سعيد بسعيده. انت بتشتغلني يا بقف انت؟ بلاش بقف لو هتزعلك. انا معاك مش عليك. مش عارف اقول لك ايه. ما تجيبي من الاخر يا سناء وتقولي عايزه ايه بالظبط. يا اخويا بنتسلى، مالك واخد الدنيا قفش ليه؟ قولي بقى، مش عايز تعرف حكايتي انا وجوزي ايه؟ طيب يا لهوي شوف يا فندم. ما تزعلش. ها؟ لا مش زعلان يا فندم تحت امرك. وانا هبقى بقششك كويس. شكل جدا. ويلا طير بقى علشان الافندي بتاعي بيتكسف. مش كده؟ تحت امرك. الافندي بتاعي بيتكسف؟ ده انت تكسفي الفضيحه ذات نفسها. هو انا بحب ابقى على طبيعتي كده؟ هو ايه خانقه في البيت وخانقه بره تبقى عايشه سودة؟ بص بقى الفزوره اللي جايه دي. انا لا انا انسه ولا انا مخطوبه ولا انا متجوزه ولا انا متطلقه ولا انا ارمله، ابقى ايه؟ تبقي متعلقه على الشجره. قطفني يا معلم. جوزي في السجن. قديمه. انا اللي عايز اعرفه بس ايه اللي رماه؟ على السجن؟ لا عليكي. يا اخويا هو يطول. تلاقيك عارف الموضوع وبتستعبط عليا بس ماشي. هقول لك. اصل هو سرق ابويا.
وبعدين ابويا امسجله. وبعدين انا عندي مشكله يا زيزو، انت شغلك مع ابويا مش هينفع، مش هيخليك تكبر ابدا، انت لازم تكبر براه، لان لو كبرت براه هيعوز يشاركك. طب انا عندي فكره، ما تروح لانديل. شركه الارزاق بالله صاحبها ربنا، مش شرشبه ولا انديل. انا مش فاهم مؤامرتي، انت عندك كل اخبار شارع عبد العزيز. يا اخويا مش شباك، وانا كمان طيبه وبفهم الناس كده من العين. فاكر يوم ما اخويا كان بيمسخر بكرامتك الارضي يوم الخميس اللي فات؟ ما تزعلش، ما انا بقول الحقيقه. كان هين عليا انزل اخدك في حضني كده. اشمعنى؟ اصل انا من ساعه ما جوزي اتسجن وانا حافيه على جسر من الذهب. ما ان شاء الله تكوني حافيه على جسر السويس، حتى انا مالي، انا مالي. وبعدين بصراحه بقى انا ماليش في ال مالكش يا خرابي يا لهوي. جرائيه بنت عبيطه، قصدي ماليش في العط والمشي البطال والشمال. انا حتى عمري ما مشيت مع واحده. وتمشي ليه وتتعب رجليك؟ ما الخن موجود. خن خن، تعالى معايا وهتتبسط. وانا قلت لك لا، هتندم، لان انت محتاج لي اكتر ما انا محتاجالك. يلا بينا. يلا على فين يا اخويا؟ تعالى معايا من غير ما تسال، وان ما عجبكش الحال امشي، ولو اني عارفه انك هتلبد. يلا يا اختي قدامي. ادخل يلا. اديني عملت عبيط وجيت معاك اهو، بس دماغك ما تسرحش لبعيد. خش يا عم الحويط، ما تخافش يا اخويا ما بعضش. انت بتعملي اللي يجي على دماغك يا واد. قلنا ما بعضش. طب ما تسيب الباب مفتوح. طيب يا عم انا جربت اشوفه. ادخل. حلوة الشقة. تمليك؟ وهو ابويا هيشتري تمليك لبنات برضو؟ ايجار يا اخويا، بيحوش عشان يجيب العاصم الفيلا اللي نفسه فيها. امال ايه؟ مش ظابط؟ وانت يا اخويا ما فرحتناش بيك كده وطلعت دكتور امين شرطه اسم الله. تعال نصيب مشيها حسد. تصدق يا واد يا زيزو اللي حسدوك دول عندهم نظر. يا واد ما تخافش مش هحسدك، ده انا بحسب نفسك ان انت معايا. اوعى يكون ابوكي هرش الخن ده، نروح في ده نلبس اسود احنا الاثنين. ابويا مش حاسس بحد غير عاصم. تعالي. هو انت مؤاخذه يعني بتكرهي ابوكي؟ هو بصراحه ربنا يكره. انا اللي يكشف ستري ويهني امرمطه واطلع عين امه. انما اللي يخلي باله عليا ويدلعني احط جوه عينيا من جوه. طب طب وجوزك؟ ما بحبوش ولا بكرهه. هتقول بتعمل الحبتين دول ليه؟ هقول لك عندي شويه ترلالي، ما تركزش معايا. تعالى بقى. انت عماله تشدي فيا ليه من الصبح؟ يا واد عايزه افرغك بقيه الشقه. عايز اروح ضرب الميه. طب انا كنت هوديك. تعالى. ايه يا زيزو؟ عايز اروح ضرب الميه، مش عايز دي. يا عم استنى، دي جميله. ايه يا زيزو في ايه؟ دي اوضه النوم عادي يعني. حلوه جميله قوي. فرجيني بقى على المطبخ. مش في هنا مطبخ؟ في، هفرجك على كله بس مش كده. بتعرف الله، هو في ايه؟ في محشي ورق عنب. اسخن لك؟ ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ الكسف شويه خافي، خليني احس انك انثى. خافة من شيء ما. بيت امك. زيزو بس خد بالك، انت كده كشفت سري وعرفت الخن. انا لا كشفت ولا كنت عايزه اتنايل على عيني اعرف اي حاجه. انت اللي جبتني هنا يا عم، وما ناديش عليك وتعمل لي فيها اهبل ومش واخد بالك. اسمعي بقى يا بنت الناس، انا لو وعدتك بحاجه ولا خليت بيكي ولا عملت حاجه معاكي من اصله. يا سيدي انا اللي جريت وراك، انا اللي دحلبتك. يا دي النيل عليا، انا باينني هحبه زي لبنى ولا ايه؟ اوه ما تشيلي بقى موضوع لبنى ده من دماغك. لبنى دي زي اختي، وبعدين ابوها راجل طيب اصلا. يا واد الكلام ده ما بيقضش معايا، انت هتضحك عليا؟ اما اقول لك بتحبها يبقى بتحبها وبتموت فيها كمان. يا واد خلينا صراحة مع بعض، ده احنا الجوز غلابة، خلينا نبقى مفضفضين كده ونحكي. ها؟ قلت ماشي. ايه؟ ماشي. بس وعديني بقى ان الربع الضارب اللي في نافوخك ده ما يهبش عليا، عشان الصحوبية تحافظ عليها. مش هيهب. تعالى
مش لما ابص بره الاول. اشتركوا الان في قناة شوف الدراما الثالثة ليصلكم كل جديد.